يا معلم احنا اتفقنا وخلصنا، ليه نعيده ونرجع لعنب ديبه؟ عشان ما ينفعش اخد حصتي اقل من غيري يا معلم. سبق واتكلمنا وقلت لك ده حكم السوق، خصوصا بعد اللي عملوه رجالتك والخساره اللي لبسناها كلنا. اسمع يا معلم، انا سمعتك وطوعتك ورحت واتجصت وفتشت بامانه، لقيت ان كل ده في شنك وان رجالتي بره الليله دي كلها. امال مين اللي عملها يا معلم؟ اسال المعلم الصغير هو يقول لك. الله، ايه نويت تلبسها لبراء ابني؟ حاشا لله يا معلم، انا عارف زين ان المعلم براء يده نظيف وملوش بالشغل العوج ده، بس الحكايه ليها ديول كتيره يا معلم بتلعب من وراها. فسر يا معلم. شويه عيال ملموم عليهم ومقضيها معاهم، والعيال دي بتنتهز الفرصه وبيلعبوا اللعبه وهو مش داري بيها. مين العيال دول؟ كلهم نكيدة. لا بس اللي دي خبطي. يا حلاوتك. ايه ده؟ شو خبطيني؟ معلش، هو ايه النظام؟ انت كل يوم هتدخل عليا بتتطوح؟ خلاص بقى هو ده تمامك؟ شو بقول لك ايه؟ انا جاي الليله دي ومزاجي فوق في السما ومش طالبه اي عكنان اعمل معروف. اعمل معروف فوق، الدنيا عماله تلف من حواليك وانت نايم على ودانك مش حاسس بحاجه، الكل عمال يكوش ويحوط على الركنه بتاعته وانت نايم لي في العسل فوق، بدل ما تلاقي نفسك صبي من صبيان المعلم. يا معلم لا بس لا، ده انا المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله وحافظ المعلم. المعلم من غير دراع فضحته بتتذاع يا معلم. يا شو ما تلم التعابين وتخليها تعدي على خير، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزك تشوف شغلك، عايزك تفوق لنفسك بتضيع وهتضيعنا كلنا معاك. ضاويه عايزه تكوش على كل حاجه وانت مش فاهم، عايزه تنطرك من اللعبه فوق يا ابو سنه. السكه دي سكه تسليم النمر وانت مش ناقص. وبعدين بقى شو احنا مش قلنا مالكيش صالح بشغلنا؟ وماله يا اخويا؟ بس ليا صالح برجلي، وانا ليا طلبات، وانت لا مؤاخذه مش مكفيها. جر الشر يا بنت عم عوره، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزك تسمعني كويس قوي، لاني خلاص مش هستحمل بعد كده، واي حد هيدوس لي على طرف هاكله باسناني، ان شاء الله حتى اصور لكم قتيل في البيت ده. يما ريا، ايه هالفترة اللي بتهلفطيها دي؟ ورحمة أمي، لو فضلت ماشيلي على الحال ده لححيت جوه الفش ومتعرفليش طريق جر. تاني يا شو؟ تاني ما قلنا بلاش الاسطوانة الزفت دي. لا لسه، واللي ظهره قافش يا أخويا ما يشيلش، وما يجي يشيل يشيل على قده. فهمت ولا فسر أكتر؟ تعال. والنبي انا ما مصدقه سي خميس يعمل معاكي كل ده ازاي؟ سيبيني لوحدي يا بيسا. اسيبك؟ اسيبك ازاي وانت محتاجه؟ بقول لك سيبيه. حاضر عيني، هسيبك، انا قاعده بره، احتجتش اي حاجه او اي حاجه تعوزيها انا بره، اندهيني بس. وجع الجدة مقدور عليه يا بيسا، انما وجع القلب ده اللي ما يقدر عليه حد. يا خساره يا خميس،
يا خسارة كل حاجة حلوة بينا. يا خسارة يا فندينا، يا خسارة. الله عليك يا واد يا جامد ده، اهو كده انت تمام التمام. لو النبي يا معلم، ده انا دماغي لفت بقت عامله زي النحله، كل ده من نفسين مش قادره. يا بنتي افهمي، الدماغ دي هي اصل البني ادم، وهي اللي بتفرقه عن بقيه المخلوقات. الواحد من غير مزاج حيوان، زي الواد براء ابني بالظبط. بس انت شديت معاه قوي يا معلم. واد غف هيبوظ لنا الشغل كله. مش كفايه بضاعه والوفات ياما راحت علينا بعد ما حتى اطبخ فيها شهور؟ جاء فانتينا هياكلها على الجاهز، وكل ده من تحت راسه هو. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي، بس خدي شدي حاكم حلاوه الشد. ايه؟ هات وخد، هات خدي. لو النبي يا معلم، خلاص دماغي بقت في الطراوه، خلي يبقى عندي شويه نفس اوصل بيهم الاوضه، ولا امشي اتكعبل على بوزي واداس بالرجلين. بس قولي والنبي يا معلم، احكي لي، اصلا بحب اسمع الحكاوي قوي. بتحبي الحكايات قوي؟ حس كده بقى. شهريار هيحكي، وشهرزاد تطرطق للاذن الوسطى. اهو اهو. أحبك حافية. خميس؟ مستحيل. مساء الفل على ياسمين. قلقت منامك؟ بالعكس، انا لسه نايمه ولا ايه؟ مالك يا فاطمه؟ بتلخبطي ليه؟ هتصدقني لو قلت لك انك كنت معايا دلوقت. كنت معاكي فين؟ في الحل. حل؟ كنت عامل ازاي؟ كنت بتضحك، وشك زي البدر المنور، وعينك ما فيهاش اللون الاحمر ده. وانتي؟ كنت حاسه اني طايره في سبع سما. والله العظيم انت زي العسل. انما كبرتي بسرعه يا فضه. العمر مش بالايام اللي بتعدي علينا، ولا بالسنين اللي بنعدها. العمر بالحاجات اللي بتعلم فينا، والناس اللي بنحسها. عالم حلو برضه، حلو حلو، يخلي الواحد يقول ولا موزونة كده، مش زينا بقى نقعد نطجن ونجيب كلمة من هنا. عشان كده أنا عايزك تكملي علام، كملي علام وتبقي الأولانية. طمنيني، عامل إيه دلوقتي؟ طمني أنت عليك، وقولي إيه اللي جابك في ساعة زي دي؟ لقيت نفسي مخنوق، وبرضه
برضه قلت اجي اطمن عليكي. انت كويس؟ انا تمام تمام. وراء تعالى عايزك. خير يا معلم؟ اقعد، عايزك في حوار كده. حوار؟ اقعد يا ابني. ادينا قعدنا يا حاج، قول. المصيبه ان انا بقول كتير بس انت ما بتسمعش، وعارف انت ناوي توصلني لحد فين. لا مؤاخذه حاج، يعني كلامك مش واضح، ما تفهمني تقصد ايه من ورا الكلام ده. انت تعرف عيلين من الابجيه، واحد اسمه فتحي فلنكان والتاني اسمه صلاح كفريه. فتحي وصلاح؟ يا حاج ساعات بيقعدوا معانا يعني لما بنبقى سهرانين، بس مش دايما، زمايل قاعده يعني. طب ليه؟ الله، ليه؟ من امتى يا ابني بتقعد مع عيال بالصنف ده؟ ما انت هايص، مقضيها كباريهات ونسوان وانا معديها، يبقى لازمته ايه الكيف الرخيص ده؟ وطبعا انت بقى في القعده بترش بضاعه عشان تسمع ده يقول لك يا معلم، وده يعظم لك، مش كده صح؟ مش على حاجه يعني يا حاج، بس الحكايه وما فيها ان ما تفسر كلامك يا حاج، انت عايز تقول ايه؟ العيال دول بيشتغلوك يا براء، بيقلبوا عيشهم من وراك، بيضربونا في السوق. اديني فسرت يا معلم براء، رد عليا انت بقى وفسر. ما تعاندش معايا وحاول تاخده على قد عقل. عقل مين؟ وانا بقى فيا عقل؟ انا مش قادر افهم ايه المشكله يعني لما باصي مصلحه لواحد صاحبي. ها؟ ايه المشكلة يعني؟ مصلحة مش هتأثر معانا، ايه؟ الدنيا خربت؟ أبوك اليومين دول مش في وعي، في اللي واكل نفوخه ومخليه مش دريان بالدنيا. قصدك مين؟ قصدي اللي بتطلع أوضته كل ليلة عشان تعمل له مساج و وإيه؟ أوعى يا بنت مطرة تكوني عارفة حاجة أنا معرفهاش. معرفش بقى يا أخويا، أبوك عندك، روح اسأله. تكون قصدك البيت سوريا؟ هو في حد غيرها في البيت هنا؟ لا 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 لا، انت كده مخك راح لبعيد. مخي ايه اللي راح لبعيد؟ بقولك البيت واكله نفوخه. يا بنت لا، انا ابويا، انا ابويا اخره يتسلى يعني، اكنه بيأذى شويه لب وخلاص، لكن يدي سره وسلم نفسه كده لوحده ده صعب. انتوا متعرفوش ابويا. انا عارفه البت دي كويس قوي وفاهمه حركاتها، البت دي مش سهل. اتفضلي يا حاج. صباح الفل يا حاجه. صباح الهنا يا حبيبي، اقعد انا عايزاك. انا تحت الامر والطاعه، ويلك ايديك يا كبير. يوه تبطل باكش بقى واسمعني، القرشين اللي لميناهم مع البضاعة اللي هتستلمها مع اللي هيطلع من عملية النوح يخلونا نقف على رجلينا ونرجع السوق من تاني. عايزين نروح بيتنا بقى يا خميس، عايز أموت في فرشتي. العمر الطويل ليك يا حاجة، ما تقوليش الكلام ده، أنا عامل ترتيبي على كده ومقضية مقضية إن شاء الله. قلقانة على خالك يا خميس، وخايفة لا يكون كبر وعظمه طري. أنت عارفة الخرم اللي في نفوخه اللي منغص عليه عيشته؟ شو؟ الزفتة. أنا مش فاهم أنت إزاي وافقتي على الجوازة دي. أوه، بس ولا يهمك،
هنخلص من العمليه دي وبعدين نخلص منها هي. ربنا ما يحرمني منك يا غالي. ولا من قلبك الحليب يا حليب. ولو عايز اخلص لك من الخيل كمان اخلص لك من الخيل. يا ولا مش هي دي. لا هي دي. لا هي دي. بسكوته بورورو 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 بورورو. بلا لا وش يبقى عسل. تعيش يا حبيبي. يا زوز. حاضر يا حاضر. وتفتكر البت سوريا دي هتنجح في المهمه اللي احنا مكلفينها بيها؟ ايه اللي تنجح؟ دي بت شطانه بتلعب بالبيضه والحجر. هي اي نعم رغايه حبتين وطلعت عيني لحد ما عرفت اجندها، بس اكيد هتجيب دغ الراجل وتخليه يتكلم. مهم بالنسبه لنا دلوقتي اخبار افندينا. افندينا مقضيها سهر وكباريهات وغرز، واللي مستغرب له لحد دلوقتي ما حطش رجله في حاجه. ده مش معناه يا علي ان افندينا هيبطل شغل. بالعكس، افندينا اكيد دلوقتي بيحضر لعمليه تقيله قوي. ازاي افندينا علي ما يعرفش يقعد من غير شغل الفتره دي كلها. ادخل. تمام علي باشا. ايه في واحده بره يا فندم عايز تقابل سعادتك. واحده مين؟ لا تدخل. تحت امرك يا فندم. اتفضلي. صباح الفل يا باشا. شكل المزاج رايق على الاخر. ايه اللي بيخليك تقول كده يا معلم؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. اللي قول يا معلم، لو انت صحي ناوي تجوز براءة. مين اللي قالك الكلام ده؟ مش محتاجة أولى يا معلم، ما هي الفولة باينة زي الشمس. اهباطي اهباطي، لا في جوازة ولا جنازة. طب أمان عليك بقى يا معلم، لو كنت حقيقي ناوي اتجوزوا اعتقوني بقى لوجه الله وسيبوني في حالي. ما بلاش عاوة وهلفطة فارغة. بقولك ايه يا معلم، تكونش خايف مني؟ فاكرني يعني زي القطط اللي بتاكل وتنكر، ولا زي البغبغان اللي يعرفوا يقولوا ويرددوا؟ لهجتك بقالها مدة مش عجباني يا مطر. من اللي شفته يا معلم. ايه اللي شفتيه يا براتبني؟ ايه اللي شفتيه؟ ده انت عايشه في نعيم عمر ابوكي ما يحلم يعدي قدام بابه، وبتنام على حرير ومش قادره تقيمي دراعك من تقل الذهب اللي هو شايله. عاوزه تشوفي ايه تاني يا اختي؟ عيب الكلام ده يا معلم، انا طول عمري بنت عز وبنت اصول. وما تنساش بقى ان انا مرات المرحوم الغالي اللي راح، وان جوازتي من براءة كانت غلطه، بدفع تمنها كل ليلة أنا وهو وشنا في وش بعض. يا ريت تفردي وشك زي ما كنت نازلة كده، يا ريت. ولا أقول لك اتعلمي لك راسة وحبتين دلع كده. فك شوية. فك يا بنت. صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتراحي جوزك معاكي. ما أنت عارف إني ماليش فيه. ما هي دي المصيبة يا أختي. تهت ولقيناها. أنا أنده للبت سوريا أخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوة المحمص. أسيبك بقى للاستباحة بتاعتك. دام الحكاية وصلت لسوريا ما تنسيش خليها تعلمك إزاي بتهاوى على الحجر. ممكن أعرف يا أبو سنة لحد إمتى هتفضل سايب المارة اللي أنت بليتنا بيها دي طايحة يمين وشمال، وفي الآخر تاخد كرامة وتروح عند حنتومة من ورايا؟ حنتومة؟ وإيه اللي ودى كرامة عند حنتومة هناك؟ أنت بتسألني يا أبو سنة؟ خلاص يا حاجة أنا هتصرف. هتصرف؟ هتعمل إيه يعني؟ عليا النعمة البت دي واكلة دماغك وهتغمس بالربع اللي فاضل. مالوش لازمة الكلام ده. طيب يا حاجة افرض حد قاطرها وهي واخدة كرامة ورايحة بيت زي ده، وجايز نتشم وبدل ما نقيم دماغنا ناخد طعنة في الظهر. مش أنا يا معلم اللي هتقولك الخطر مفندق شبابيكو قد إيه، ولا زن المحروسة على ودانك نسك عرفنا؟ ما نسيتش حاجة ولا حاجة، ده أنا لسه ضاربها علقة موت دلوقتي. آه
وهتكسر ضلوعها ورمتها تحت رجليك وشدتها من شعرها. عليا انا الكلام ده يا ابو سنه وتهرب منك وتقعد تعيط وتولول زي الحريم ونبض رجالتنا علشان يرجعوها زي كل مره. يا حاجه ما انا قلت لك بس ما عندناش وقت للكلام ده. الشغل اللي جاي هو الاهم. لم مراتك وخلينا نفوق لشغلنا. عرفت انا مصدره خميس ليه؟ عشان راجل ملوش ملكه، قلبه تحت رجليه، مش بيرفرف بين ضلوعه زي جماعه. هات يا جماعه يا رب. بعدين لحاجة أنا عايشها لك. مش فاهم. إيه رأيك في فريدة بنتي؟ حتة. هانم. حتة هانم. النوح طلبها لابنه، إيه رأيك؟ النوح طلبها لمين؟ براء. ده عيل عفش ولمة. وملوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار، هو يعرف يقعد قعدة زي القعدة دي؟ أنا رأيي كده برضه. لا 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 لا. شوف بقى خميس، الواد براء ده رغم إنه شغال معانا إنما تحس إنه براني مش أصلي. وإحنا صعايدة ما نديش بناتنا لحد بره أبدا. وأنا لو حبيت أزرع شجرة لبنتي أزرع لها شجرة جدرها واصل لسابع أرض. جدر أصلي. فهمت يا أصلي؟ المايه دي ساعة طول الوقت وانا معرفش. انا كده عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده انا ماليش فيه وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شويه بس يا سوريا، ما تبقيش كابسه علينا قوي كده. معلش يا باشا، انا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش، ممكن تذبحني. يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا، فكوا الكيس انتوا الاول. انت ايه، بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي انت بتقوليها دي لو طلعت صح ليكي عندي مكافاه ما تحلميش بيها. دي بضاعه بمئات الالوف يا باشا، يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، واكيد انا مش اغنى من الحكومه. انت واثقه من المعلومه دي ولا عيب يا باشا؟ سوريا ما تقول كلام بيبقى هو التمام، وانا بت ب 100 راجل وانا جايبه لك الاوكي. المهم المكافاه دي قد ايه يا بت؟ لمي نفسك. استنى بس شويه يا باشا وانا هشوفك. خليني تشوفي مين يا بنت. عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليله القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا ايه يا اما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازه زي دي في مصلحتنا،
خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازه زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يا اما من كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا، بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجه ملوش لزوم الكلام ده. بس الزامنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارملها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يا امه. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك قفله. خلاص القفله بقت بضبه مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر الله أكبر. هي دي الخطة يا فندم. لازم تتأكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا ياسر. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وأجري البحث والتحري، بس عنصر السرعة هو اللي هيحقق لنا المفاجأة. ده اللي احنا محتاجينه يا فندم. الخطة اللي انت عاملها مش بطالة يا ياسر. يعني نبدأ يا فندم؟ إذن النيابة جاهز، ربنا معاك. تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. مساء الخير يا فندينا. ايه بتقول؟ ايه انت مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكه انت دلوقتي، هحليلك بقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا مطر. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقولك ايه، سيبك بقى وفكك من ام شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقولي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريحي انت شويه، هقولك بعدين. طب ما تقولي دلوقتي، تقولي بعدين ليه؟ بقولك ايه، سكه انت عشان انا عايز ابويا دلوقتي. ما تقولي بقى وتريحني. علي نبي الميت لحربته. سعيكم مشكورة سعادة البيه. يا نار الجل. بعد إذنك يا بيه، بعد إذنك يا بيه.
لا إله إلا الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ينجيك يا ابني انت واللي معاك ويمنع عنك كل عين رضية. تصليها في الحرم يا حجة ان شاء الله. لابسة كده ومتأنتكة ورايحة على فين؟ رايحة لأم طارق جارت أم الله يرحمها، أصلها بعافية شوية، وبعدين انتي عارفة انها ملهاش غيري، فقلت اروح لازم اطمن عليها. وانتي ما يفوتكيش واجب ابدا. رباية ايدك يا حجة. ماشي يا شوق، روحي بس ما تعوقيش. لا ازاي، قبل صلاة العشاء هكون هنا ونصليه جماعة ان شاء الله. شوق. نعم. من هنا لهناك على طول. من عناية يا حجة. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زد إيمانك يا حجة. يا معلم أبو سنة، أيوة كل تمام، البضاعة تمام وهنتحرك دلوقتي. قول لي يا غالي، أخبار أفندينا إيه؟ طبعا الحمد لله، اكده يبقى ضحكنا على الحكومة والبركة في المعلم النوح. مع السلامة يا غالي. البضاعة تمام والفلوس في أمان يا معلم. كده احنا حبايب، ربنا يديم المعروف بإذن الله، عشان أخد بخاطر إخواننا البعدة. طول عمركم أصحاب الأصول يا معلم. بني آدم مننا إيه غير بني آدم لمؤاخذة يعمل عمل طيب، لمؤاخذة في الدنيا دي اللي ملهاش أمان، بس الحكومة تفهم. سلام عليكم يا معلم. المعلم أبو سنة طمني، أفندينا بخير والحمد لله. يلا بينا. يلا. الهم يا رجال. يا راجل. ماشي 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 على عيني، ألف سلامة. ما تضحكنا معاك يا معلم، ولا احنا يعني ملناش نايب في الفرح ده. انت بنت ليكي أكبر نايب. يا سلام. ده انت مزاجك عالي قوي، بلك رايق على الآخر. حكمان أصلي أموت في اللعب المتغطي بالهوى والمكشوف للعين، وصاحبه نايم في بلاص العسل مش دريان بالدبان اللي بيعشش حواليه. فزورة دي ولا إيه يا معلم؟ فزورة من كلمتين، اللي تعرف ديته اقتله. وعلى فكرة يا بنت، أحسن لعبة تلعبيها مع الحكومة ومع اللي مش شغلاه الحكومة ومع اللي واقف مصادر في السوق. مالك يا بنت؟ مالك؟ كلمتك الليل؟ أنا؟ مفيش حاجة يا معلم، مفيش حاجة. ما كنتش أعرف إن الدهن في العتاق كده يا معلمة. صلى على النبي عليك وعلى دماغك العالية قوي. الله أكبر عليك وعلى أبوك، الحاجات دي بتتنظر بسرعة. ايه يا بنت؟ مالك اتطفيتي كده والحجر اتطفى فيك؟ نزوده يا مال. عرقك يا جديد، ونصيحة من أخ محافظ لأخته المحافظة، كل ما تعرقي أكتر كل ما الأساتك هتنزل على وسطك أكتر. عشت يا كبير. هو ده الكلام. النصيحة التانية،
عايزك تولعي الصاله الليله، عايز الزبون يجي يدور عليك بخرم ابره، وزي ما مليت دماغ الباشا خلي للصاله مكان في قلبك، لانها اصل النعم واصل لقمه العيش، وشعارنا هو الاخلاص والتفاني، يجيبوا الزبون من تاني. وانا بقى خدامه لقمه العيش. انتريه. اسيبك انا يا برنس عشان اجهز. جهزي يا روح. بوسي الاخلاص والتفاني يجيبوا الزبون من تاني. برافو. كنت مستنيك يا رمان. وانا تحت امرك يا كابتن. عرفت ان مفيش حد بيهرب من قدره؟ وبعدين هتروحي فين؟ وزي ما قالوا في الامثال اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، وانتي جبينك متسطر عليه العز والنغنغه، يبقى ليه بقى نكابر ونرفس النعمه برجلينا؟ حرام ولا مش حرام؟ وانا رجعت اهو وجاهزه لنمرتي، ده لو مكاني لسه فاضي. مين قال مش فاضي؟ انا قلت مش فاضي؟ هو قال مش فاضي؟ انتي قلتي مش فاضي، مكانك فاضي يا نجمه. اشبكي ايدي في ايدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان، بعد ما انت مشيتي بساعة واحدة أنا كنت هقفل المحل، عارفة هعمل فيه إيه؟ هقلبه متحف وهعلق صورتك لوحدها وهسميه متحف رمانة الدولي، وانت الوحيدة اللي تزوريه. اسمعيني كويس، بشطارتك مكانك ما يملهوش غيرك، وبالحنكة وصنفرة الدماغ تقفشي فيه بإيدك وأسنانك وما تفوتيش فرصة لأي واحدة تانية تاخد مكانك. وانا من ايدك دي لايدك دي. حلو، يبقى شعارنا هو الاخلاص والتفاني مع رمانه يجيبوا الملايين من تاني. رمانه لا، خدي دول فتحي شاهين. كنت حاسه بكابوس؟ الزهر قلب معاكي بكابوس؟ طب كنت خايفة من ايه؟ كنت شايفة ايه يا حبيبتي؟ أبوكي؟ الله يرحمه. ايه لازمة الرغي ده دلوقتي؟ مش شايفة انها تعبانة؟ تصدقي يا حاجة لسه لغاية دلوقتي موضوع أبوها الله يرحمه مقصر. أنا قلت مش عايز أسمع السيرة دي تاني. هي يا حاجة اللي يلا تفضلي تفضلي دلوقتي. حاضر يا حاجة حاضر حاضر. احنا مش قلنا تنسي حكايه موت ابوكي دي خالص؟ مش كفايه اللي جالك من تحت راسها؟ عايزه ايه تاني يروح منك جنب صوتك؟ كتمي على الموضوع ده خالص، لازم تنسيه ده اذا كنت عايزه تخف بصحيح.